بحضوره سعيد الحضور قارئ أستاذ في اللغة العربية وشيخ ودكتور ودائما في تحدي هو منصور لأنه يتلو من آيات الله النور وإذا ما تلا فكأن ثيه يخرج اللؤلؤ المنثور وإذا ما قرأ فالقرآن نور على نور قارئنا الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور الذي أصبح يلقاني بفتور أسأل الله أن يجعلني في قلبه مستقرا وأكون في نظره مذكورا يتفضل مشكورا داعيا ربي أن ينفعنا بتلاوته. فتحة للنبي، فتحة تصيب النبي، افتح عليك واشرح صدرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله يفتح عليك منصور. نعم. افتح عليك يا شيخ منصور. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي منصور. الله أكبر. اللهم صل على النبي محمد. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الله أكبر. اللهم صل على النبي.
نزلا من غفور رحيم. ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله عليك. الله أكبر. أيوة يا سيدي. الله أكبر. نعم. ألا تخافوا. يزيدك يا رب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ركت عليه. الله أكبر. نعم. ولا
وبأسد قوما مما إلى الله يا النبي يا صلاة النبي يا خرابي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا يا عم شيخ منصور تطلعش منه بقى لغاية صدق الله العظيم تطلعش منه خليك فيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي احسن ماليش دافع فانت الذي بيني وبينه عداوة كأنه وما
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبحانك يا رب سبحانه وتعالى. شيخ منصور ضيفت عليك صلاة النبي. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. واسجدوا Okay.
على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. تلا علينا
من قرأ بأدائه السليم وبصوته الهدي القوي فضيلة القارئ والشيخ والدكتور منصور جمعة منصور علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية النخاس مركز الثقافي. نشكر إليه باسم كل الجمع الحضور وباسم أبناء الحاج عبد المصلح، كما نشكر لمن أتى أثناء التلاوة القارئ الشيخ محمود أبو دريشة المقيم بقرية الجفة. نشكر في فضيلته. الآن نعود إلى قارئ